تشرب انت القبائل الا 190 كم كم؟ 190 علبة عصير لا متخيلين؟ لا اللي انا اللي انا مستغرب سعود انت دخلت 190 والله انا منطلق روح انت منطلق شو بنسوي يا ولد؟ هي يا رجال غرفتي راحوا الريق ما اللي بقى في غرفتك؟ ما معي ابو رحي لا والله ما معي غير من قام شكر حنا الحين حنا ثلاثة لكن الغرفة الأساسية ما صحت غير سياب ونور ترى ما حد يش انتوا خلكم معنا والله خلاص دخلت شباب شباب ايش رايكم عندكم راي؟ وشو؟ ايش رايكم تصير قطة جماعية؟ والله انها افضل سلطان ذاك اليوم ما ضبطت لا لا فاشلة والله انها فاشلة والله ما ضبطت بس المشروبات ايه؟ كيف المشروبات انا معك خلاص قول يلا اشهد اللي فوق قطة في ذمتي انتوا غرفتكم خبرة يا سلطان تعال خل اللعب عنك تعال خل نسوي خلاص تم حطينا غرفتنا واحدة خلاص يا ولد ريان بي يا ولد راح كل من جانب تحت غرفة تصير غرفتين ترى اللي تحت من حقهم يا ولد يطلعون فوق اللي من تحت بعيد وبعدين زين هل هم مكيفين من بعد صح لا لا من حقهم بس 190 عصير والله حلو 190 عصير خلص هذا نهاية اللي عن عاد بس 190 عصير والله اللي تحكمك على فرتك هذا نهاية ايش معنى 200 ليه ما حطيت 200 ولا 100 ليه 190 ليش 10 قلت كم بول كرتون قالوا لازم حبه طالب ابغى بطيء قلت كم بول كرتون قالوا 24 ابغى بطيء يا تضغط من سلطان عطى يا رجال ايه هذه نهايه اللي يجلس تروح حياته كلها شف شف تروح حياته كلها يظهر بعز جاسم دقيقه ونعم دقيقه ما قال شيء هو ترى قال شيء ترى يا سلطان ترى امي تدعي عليك ترى ما قال شيء يا سلطان شي. لا تضغط تدعي لا لا ما قال شيء ما قال شيء هو صادق الحين امي تدعي لك يا كلب مسكين كل ما ما سبيت اشي ام احمد ام احمد تدعي عليك يا رجل ايش مسوي دقيقه هتعرف الانسان اللي يكسرك بعدين يعطيك وضعيته انه طيب يعني قطع وخسوه انت اللي دمار خسوه يا ولد كلمتنا انت اسم كلمتنا يا ولد وان شلتها يا حسين والله انك اكثر واحد دمرتني والله ما جيت يا ولد انا ماني من الطيبين دائما انا ابي قصه يا رجل اي والله انا ابغى قصه يا عيال نبي ننام قصه تنور لا 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 والله ايه طيب ها خلوا يقول معنا احد في الجلسه هنا خليني اقول لكم قصه حب يا الربع مسعود زال لك يا رب يا رب يا شباب شباب سياف جيب لي سكروب ولا سكين خلنا اربط دركسون قبل ينفك يا عيال والله ما يصلح انا يقول بيتشه لا تكسرون بدي امسك عليها بس لها بيطش راسي يا عيال انا ابغى العب فيه يا زين يا زين معقوله نمسك عليها خط يا عيال والله ما انت سويت خير هذه يا طويل العمر اشوفهم دايم عليها هذه يا طويل العمر مستاجرها من رجال لا اضحك هذا يا طويل العمر ايش قاعد اقول 25 جرحتني ما تروح بعيد جرحتني مسعود بالله 25 كيلو لا هذا ايش قاعد اقول توصل 25 لا شاحن متنقل في البيت هذا ما يختيب والله شاحن بيت والله هي شاحن صدق ايش بك في الشاحن سعد اول ام الغله كم 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 سعرها؟ كم سعرها؟ كم خط؟ سعر 1400 يا سلطان كم؟ 1400 1500 كم سرعتها؟ 40 45 خمسة قد وزنك زين والله بس خطيرة يا رجل يروحون عليها محطة بس خطيرة يا ولد والله انا اشوف درعية تدري درعية بس مسعود هذا اقل واحد مثل هسيكل اهل مكة ادرى بيش والله اي صح يا عيال درعية ايش فيها؟ الدرعيه الحين وضعها كلها زي كذا سكوترات مو بسكوترات الدرعيه كنا احنا نجيها وقت الصيفيه الحين نفس الحين نروح لبها صح فالليل نجيها ليش حياه يا عيال جو هالبعير هذا يا عيال انت تقصد خلاص خلاص سياف سياف لا لا اسلم اسلم لا قبل سنه قبل سنه فيها برا تدري ليش نجي وادي حنيفه وادي حنيفه وادي حنيفه وعالم من شو الكلام احمد والله احمد فخم والله والله فخم سب لي طيب سب بس سكر شوي والله بطل يا ولد وادي حنيفه ديرة من هذا الكرك شيل بس خلاص انت لا ديرة هالسوق انا بنتظم الصلوات انا ارقد بدري واقوم بدري علمهم سر تدري تدري بشيء خلك معي يا مسلم علمهم سر ما شفت ما شفت قصيده بدر بن عبد المحسن ديرة قصيده بدر الامير اي صح بدر عبد الحسين حقت على النخيل اللي بوادي حنيف ديرته حقت يا حظ من لا عرف من هو لا شيفه انطابي احمد وانت رداب كيفه احنا ورثنا المجد عظم وغضاريف لا ما وردنا المجد تاج وقطيفه يا ولد الدرعيه الدرعيه ايش اللي خربها على القصور تدري ايش حالات الدرعيه بعد جيت وقت اي والله كنا يا ولد
الدرعيه يعني شوف والله الدرعيه عندنا بعدين الرياض والله عندنا عندنا هي وادي ولا ايش يا اخوان؟ مو وادي الا وادي مزارع زي الوادي وادي حنيفه ومزارع ان شاء الله مكسرته ترى قيمته 35000 هذا مو بلعوبه ترى هذا شيء تمشى نفسه يا عيب العيب والله لا نقدر نسولف انت وريع سياب يا صغر عقلك اسلم اسلم سياب 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 وين ابوك سياب سياب يا حبيبي رح رح العب انت 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 من وادي ترج جيب لي سكروب وسكين رب الدرج وادي وادي ترج ما عندكم العاب مكو ارع زي العاب هذه والله ما عندي طعمك لو ودي هناك طعمك والله اني شرحت عليك انت سلطان اثركم فدير فدير مشكله يا اخي الواحد لا شاف شيء جديد يطير بقى انا دخت معذورين حنا يا ودي حقنا الرياض تعودين على لا يعرف لها لا يعرف لها ولد ولد جواله رقم حرف بيغير سرعته هذا بعد هذا بعد لاحق صل عليه صل عليه خلد صل على النبي مسعود شوف الليل شوف الليل مسعود لما ترى مثل هذا نفسه مسكين بس انت باقي صامي كبس شنو هاي كبس لا لا يا شباب انا ابغى رجاء مهر هذا ودي وادي حنيفه اركب زي خلاص والله اني حلو يسلم ايدك جابها لك ابو سالم هنا دفها دفها وبعدين روح مسعود مسعود يا ابوي قوم العب مع لا لا خلاص خلاص كبر بس 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 يا سياف الحديده يا ولد انت يا كذاب يا الهافي يا الهافي يا الهافي يا الهافي احمد تسلم كنا نتكلم عن وادي حنيفه الدرعيه خربوها الحين مو بخربوها لا قفلوها قفلوها كانت والله يا عيال توم يا اخي استانس ايش اللحظه عاد يعطيها موهبه اسلم يا بحي كانت والله يا عيال انها حياه 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 في دربكم يا راحلين المناكيف كفو يا ابو سالم انا قايل ابو سالم يختبرنا بس مسعود بخاطر يلعب مسعود اذا جيت الرياض وين تروح؟ والله صدق تمشى ولا ما تمشى؟ ما تخلي مكان ترى مسعود يعرف اماكن والله ما عرفت احنا لا طلعنا يعني قيمنا متى اول ما تعرفنا على بعض تعرفنا على بعض ايه يعرف مطاعم يعرف اشياء يعني بالله يعني متطور ابو سالم سالتني يا اخ احمد راح اقول لك ابو سالم ابو سالم قبل سؤالك والله يا عيال اقسم بالله ثم اقسم بالله على طريق الدرعيه ان اخذنا ما يقارب ثلاث اسابيع يوميا حنا فيها شو نسوي وش نسوي فرشتنا وعزبتنا عزبة قهوة بس سؤال دحين سؤال طبخ لا ونجي طال عمرك لجيراننا هضارة وسؤال بعدين ايش طقطق ايه تعرفون على بعض بعدين عندنا واحد من العيال شمات كبير عزيز اسمه هذا لو يجيك انت بس واجهته هو اللي جانا هناك لا لا خل برطم زيز ما جيت ما جيت صوتها كيف والله 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 الثاني اللي جانا رحنا معه ملعب شتيك نفس برطم ايش دوك عبد المجيد تدقمو لا عبد المجيد لقب بعد وش ديت برطم ومل لا لا ابو جلنبو ما ملعب ابو شتيك شمات يا عيال يا عيال اللي رايح عليه ويجي واحد من عيال العيال كلهم شمات اللي يمر من عندهم قح 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 وفي واحد من عيال يعود مالك زود مغان انت دارك الوضع لاني بيقوم هوش اوه عصبي هذا ما انداني عصبي مو بعصبي يطقطق على واحد يرد عليه ويزعل لا ما يزعل انا عرفت شعب الرياض شعب الرياض فلاوي تضحك تعال لا تشده نعم لا تشده تضحك وتطقطق مرحبا بكم اسهل الدنيا امور طيب طيب نفسي اول مره يجي للرياض كل مكان ترسم اللي اول مره يجي الرياض مسعود تروح الدرعيه يبسطون اللي نفسي اول مره يجي الرياض كيف اللي اول مره ايش فيه اول مره يجي الرياض وش فيه عبد العبيلي مشرف سياحي انت عايشت مشرف سياحي الرياض محتاج مشرف الرياض ازهلني انا وش جوك والله انا تني عارف جو ذا هذا من النوع اللي يجي يوميا الصباح يسوي لي كوب قهوه لا لا والله ما اشرب قهوه لا مون قهوه سوداء قصدك الشليهيب في كافي الشليهيب جالس في كافي هذا الشليهيب في جالس في كافي ويكتب عليها الصباح قصيده نفس واحد من العيال اخذ شهر كامل كوب دانكن فاضي فاضي ويصور على اني يشرب قهوه عندي مشكله مع اللي يصورون اكواب قهوه الصبح والله مو انا انا ابغى انا رحيب عبد الله شريف نظام الشباب يبغون يتمشون يبغون يدخلون بالرياض منها سوالفك هذا يقول يقول عصب علي ليش تدخل تسالني سوالفك يا زين يا زين يا لسان ليت العرب كلهم ضاح دانكن يوه هاك يا صباحي
يا عيال الاداره تدري وحنا ندري انه على خلاص لا تعيده. طيب انا معدني هالقهوه السوداء دي يعبي كل شوي شاهي كل صباح شاهي. هذا الساده الساده عشان تكشف زانه زانه السيدات. انا بسالكم انا جيت عند بسام بالشركه شنو فيديو يوم دخلت عليك مو يوتيوب يا عيال يا ربي الحمد لله القهوه ام حق قبل عند الشركه حقت ايوه ومن عنده ايش اسمه نسيت اسمه والله عندي من حبهم حببوني في طريق الرياض. لا والله بيني مشرف سياحي والله ما نحتاج شوف حاليا الرياض بوريكم مقطع جت مجمعات واجد سيارات والله جرحت احمد يا ولد اول مره جيت الرياض تكلم بس ما اعطيتهم احنا والله ان جلستنا الله لو تهاوش انا بس 46 موضوع 70 موضوع وكلها من ترى خضير اسمع بس كرك 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 يقدر انا اثبت على موضوع الله ياخذ عمار حتى انا ببيع بسطه كرك هذا الكرك لا 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 انا لا اجي بشهر مسعود مسعود بسلك مسعود يقول الدرعيه لبيت حبيبي الحين تدري لو احنا في الدرعيه براد يوه يا جو هاي وش السبب ممنوع معاد فيها انا اعلم انا اقول لك ليش انا جاب لا لا الحين ممنوع لا لا في جلسات الحين نفس وضعك جايب لي هذا البليه هذه ما عاد في جلسات اقول لك شيء ناسه قبل احمد الحين يعني في مشروع تطوير هيئه الرياضه وحاجه زي كذا مشروع تطوير الدرعيه كافيات يا اخي بس مين من لذه الجلسه اسمع اسمع يا عيال تدري متى ميزتها قبل 3 سنوات قولوا لا اله الا الله يا عيال بس كلمه اول ما جيت الرياض ما جيت سلطان ديري ثالث العيد وانت قهوينا في الدرعيه المحل ذاك كافي ما قلنا اختلف يا محل محل نقار تعرفون كلكم عرفت انا بتكلم عنه اليوم ما تنزل مع الدرعيه يجيك على اليمين في انواع نقار ترى بيت محولين لقاني واحد يا عيال كوفي مو طبيعي اصلا وين جالس فيه تستشعر كانك يوم طيب شفتوا شفتوا طيب شفتوا الدرعيه اللي اسمه صار شفتوا دخل الدرعيه اول شيء الدرعيه حقت الرؤيه اي اللي هي اللي قاعد يطورون يا عيال يا عيال شيء عجيب انا انهبلت مريت من عندها الصور حاطينها ايه هيئة تطوير الدرعية يا لبي يا عيال شي 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 يا ربع ما بطلع من نقاطي بروح ما تمشيت الرياض ما تمشيت ما جيت انا شكل انا بسافر تكفل تمشيتك بس رحت بس رحت نيويورك نيويورك بس هذا برنامج ان شاء الله 40 دقيقة 40 دقيقة 50 دقيقة احنا الحين بالشمال صح بشكل عام بشكل عام هذا تجيك الدرعية زين وبعد الدرعية يجيك لبن عرق 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 اي عرق بس عاد عرق يعني نتكلم عن بشكل عام لبن درعيه عرقه لبن يجيك افضل منطقه سياحيه الحين في الرياض الدخل المحدود نفس النظيم ترى لا يعلق مع الدخل يا زين ابي روح دخل محدود جيتها لا والله لا تروح يا رجال لا يا عيال تدخلون على بوليفارد بوليفارد يا عيال تصدمون الدبر اللي بيابلي طاح بوليفارد وش طاح يا بدل صاد لا مطاعم وكافيهات يا حيك بدخل انا اجيت الفيد هذا بس تعال ايه دخل بدخل الفيد يعني النظيم ترى حلو النظيم اسمعوا يا اخوان اللي مو من اهل الرياض عندك النظيم والدخل شرق وغرب من افضل الاحياء اللي فعلا في الرياض احنا نصنفها نعم توب نعم صدق يا مسعود جيت تدخل كافيهات جيت تدخل كيف امال يا مسعود زين واجهه الرياض وين واجهه الرياض بدخل بدخل ما شفت الشلال على الجبل الا عندنا شلال بالنظيم منطقه ما فيها كافيهات زين دقيقه بس احمد بس احمد يسوقون غلط واجهه الرياض وين بدخل عند المطار قبل المطار شمال الرياض مو بدخل لا يا رجال بدخل هذا بوليفارد ثاني فدخل في مول شفته يفتحونه جديد عندنا حديقه فدخل كبير تصنف من افضل الحدائق يا تدري يا ولد وش ميزته هنا الشرق ذا والشمال انت دخلنا شو الحين جاي انا في عقلي اللي يرموك راح يدخل بالدخل الثاني بالبوليفارد والياسمين بس بالياسمين والله احنا كمحلي سعودي قبل طريق النجاح كل شيء قريب منك كل شيء حولك كل شيء قريب منك في المربع الذهبي اليمين اي عند جامع حولك وشارع اسم شارع الحب اسلم ما ادري لكن ميز يا ولد الملاعب قريب المجمعات قريب الصياح قريب الرماح قريب الرمحيه قريب مسعود مشعفول قريب والله حزام السعد طيب سلطان الياسمين وين الياسمين شمال وين مصدم يقول اول مره انا سكنت بالياسمين اول مره اشبيليا لا سلطان اليرموك لا انا على كلمه اشبيليا لانه قلت اشبيليا اسبانيا بالرياض دخلنا في غرناطه اشبيليا يمتد عندنا غرناطه ما شاء الله غرناطه طيب مشعل بتكلم بن علي فيصل من هنا الين جابر هذا اشبيليا بين الملك عبد الله لا اليرموك القدسيه اللي يقصد جابر لا ورا الدم اليرموك الجنسيه ورا الدم جيت على اليرموك ورا طريق الدم دوننا الحين دوننا الحين دوننا عند السعد السمونسي حول السعد الياسمين الشمال احنا بالرماء هذا 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 انا كنت جوجل ماب دي تعرفون الحسين بن علي حلو الحسين بن علي رابع لا لا ما بالحسين بن الحسين الحسن بن حسين بن علي
اللي عليه جامع الكلباني الملك عبد الله الكلباني. انا جيت اليوم الى طريق الاسبوع رحت شارق الرياض. اي انا في اكبر واعرق احياء الرياض النظيم. النظيم 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 العظيم انت اسمه النظيم بعد الجنادريه صح؟ ايوه النظيم الجنادريه الندوه الاتجاه نحو اليسار وسراج بالملقى. خليني اتكلم عن الدخل سراج. طيب ايش رايكم يا لجنه الامطار في الرياض عندنا؟ فيه منطقتين يجونها اهل الشمال يروحون هنا وهل الغرب يروحون الجنوب. فهمت علي؟ يتعكسون. عندنا احنا الحين الخراره. الخراره انا اشهده الخراره والعالم هنا الثمامه. خراره الطعوس انتهى في قلبها عين الخراره في قطر. انا عيت بثمامه عندكم في قطر والله الطعوس كبار طاح المطر راحوا الخراره في مزحميه اجاها المطر. انا قد اروح في السماء الرياض تبع مكة وجهك حجاز. لا ما يروح الخرارة كأنك بتطلع من الرياض يم الدين. الخرارة عند مزحمية على طريق الحجاز. عروس ولا ايش؟ عروس يعني افضل واجد عندي انا من الثمامة. الثمامة جيت مجنونة ما قد ما عمري جيت مجنونة. جيت مرة واحدة وحلفت اني ما عاد اجي. اكتشفت حاجة مشاكل ومشاكل ثمامة مشاكل. لا مشاكل في اكثرها ناس هذه حتى ثمامة مثلها ترى. لا الخرارة لا 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 في اماكن اطلع من الرياض سافر روح اسلم ارماح اللي سموها يوزين رماح صياد بس رماح ضبطت وزين الصياد اللي ضارب خلاص خلاص جبنا اسلموا الحين عندنا في قطر لاديت قطر عند خوالي عين تحس خرابه لا لا بخاري في حفره هنا ونعم انا اقول انت راجب من يا ولد مكت ها انت راجب من يا ولد لاجب عندنا يعني طالع على من سند راسك على خوالي عماني كله عماني كفو وخوالك كفو خوالك عمامه بس عاد انا قطر احبه معليش تسلم خوالي عمامي يعني عيال عم مالك يعني من نفس من نفس لا لا من نفس الفخذ بس مو بنفس العائله بس مو بنفس الشبت اسلم لا جيت قطر الكبد يقول يعني عشان الشبت فتحوا مصلخ شباب وصلت وصلت اكتشفت حاجه يعني يعني جيسك هذه ها يا 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 والله العظيم اسلم 25 يوم الجلسه هذه راح تكون يا عيال الحين توني ادري في حاجه قصدك اسمها وش خرارة ودي الثمامه لا خرارة بعد ما سموا الا فيها شيء وشو الحين وش معنى خرارة؟ انا اعلم ايش تعني خرارة؟ انا اعلم تخر اللي تخر لا يعني. خرير الماء يا ولد ايه الطعوسك دايرية والله صحيح ايه دايرية وسطها وسطها العين العين الخرارة. سموها خرارة الخرارة ايش تخر؟ ما ادري كذا الارتاك لا ادم هشام لا ادم هشام لا انت انا عندي خبر اسمه خرارة اللي بيجاوب له هدية انا جاوب دايرية نبدا من عند نواف اذا ما رد ما اسكتوا الين يرد نواف واحد بيزق في الدرج نواف واحد سيف جاوب خلاص ما اقوم انا اقول قاع لا ما بقاع وش السالفه قاع والله وجهه قاع يا ترى يا ولد ما كملت سالفتك قاع جبتك والله يا صاحبي شوف خليني بقول افهم السؤال افهم السؤال عين وبسطه حفره افهم السؤال ليه سموا الطعوس ذي الطعوس ذي كلها استسمت خراره فيه مشكله ما هم مشكله هي الحدث انا ما ادري عنها الحدث في حدث لكن المسمى والاسم يعني مجمع ايش اسمه زي ما تقول طعوس وبالنص زي العين هذه اللي بوصله لك نفس جواب عبد الحي شوف انا اعلمك لانها تخر ماء هذه دايريه ترى عادي جواب منطقي حلو حلو يعني اذا شيء جديد تخر ماء دايريه لا خراره وش تنتج من الاسم الخراره الحين نفود داي اسمع تنتج من الاسم نفود حتى من دايريه زي بسم الله صدقوا هالكم مرحبا ارحب هلا ابو الحيه شلونك ضروري يلا دقائق بس ابو هشام الجدار ذا لو وراه نار ماكم دخل المهم هذا يجيها الماء طال عمرك لا تبسط تبسط ولا اخوه شعيب ترى شعيب وش تفطر عليه شعيب الخراره صح شعيب وانت يا ابو شيف يا عبد الله الخراره هذه نفس الطاسه وشو نفس الطاسه طاسه سحله نفس السحله عندنا طاسه احنا نسميها كل ما ينزل تراب بوجه العدو تنزل تحت تخر تخر تراب الطاسه اللي تركب في الكفر السيارة لا لا هذه سحله تجي اسمها اللي تحل فيها ايوه اللي تحل فيها خلاص يا اخي كمل لك ما ورانا شيء ترى دي عادي 22 يوم لو الساعه تراب الم الحين يخر هذه لا تخر تراب تخر تخر كل ما ينزل تراب يخر منو ياكلها جمجمه جمجمه اللي تحت جمجمه منو جمجمه
دمجوم ما جمجوم هذا الدوامة ما فيه ايه؟ البحر دوامة أيوة. جمجوم ما جمجوم الطعوس اللي فيها دوامة نعم نعم ايه؟ قطحت فيها في الربع الخالي موجودة طلعت طحت بس مو كبير طحت لها انا الرمال المتحرك وانت تدور لا شفت الطعوس ايوه يجي فيها نفس الدوامة نعم. حقت البحر اللي يعرف للبر يشوفها نعم نعم عوامها اللي نعم. ما يعرف للبر يطيح فيها نعم طيب هذه اذا طحت فيها اقدر قص اكثرها اكثرها تمسك انا قد مسكتني ذهنا ابو خضران اطيح كانك في طحين او تمسك ومسكت لا ما مسكتني حفرت لانها التراب خفيف في نفسه وش ايش اقول رمل رمل خفيف يا الرمال متحركه تقول شيء نعم هذا غير تدر عليها الزواري نفس رمل حق الترام قدم الاسم دوج ما دوج جمجوم ما جمجوم قديم الاسم ما اعرف والله ما قد سمعت هذا تقصد حسبت البسكوت هذا اللي تقصد اي هذا اقصد اللي كنا حفره لا والله اللي اقصد كنا حفره هذه غريبه لا انا ما اقصد اللي اقصده مسعود انا اقصد اللي تاكل القاع تراب ينو كنا حفره بس ما اعرف اسمه اللي طيحت سيارة خربت خر زيت تخر زيت عطى عطى سكب 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 ابو سعد داخلها ماء نعم عشق قدام هذا المعشق يا سياف اليوم خصم 86 ألف من الأسبوع من اليوم برايد أنا عشان كذا سكوت طفى المايك ما أدري شو هذي خلوا التوالي لا تسلك الله عندك يا ريال أتوقع أنها باء ريال عامري الله يقبلك أنا جالس أتكلم عندك أنت يا أخي استنتج الاسم ذا لأن استنتاج حدث عن طريق ماء السالفة فيها موية لكن من وين تخر البدري حلو ريا اتوقع ايش اسمها هي خراره هي حدبه 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 احنا نسميها حدب انتم من حدبه انتم حدبه احنا حدب ارض مبسطه ايش معنى الحدبه عندكم ارض ضبه جبله اي ارض كذا منطله الحدبه عندكم الارض اليابسه لا لا الحبله ابها لا هذا الحب ما له دخل حبله حدبه 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 حلو الحدبه هذه فيها شيء الحدبة عندكم القاع مستوي يا سلام عليك سواء في طلال ولا في غيره المهم الحدبة هذه طال عمرك تخر التراب يصير لا يخر الخشب تخر التراب بسام لو بهكر والله فايدة اللي حط وجهك بتراب راس ريال مو شاذ خليها تتكلم بحط وجهه بتراب بعد هذه خله يخر خشب انا اتوقع انها يعني بكثره التراب سموها خراب شكل التراب كان يمشي يعني تمنيت عندك اجابه غير انسان ذكي بس ما له دخل بكاب التراب الله عليك ما له دخل التراب انا قلت لك ايش معنى ليه يسموه الطعوس خراره لان التراب الطعوس وش تراب اي طيب التراب ذا من جاء كم الساعه كان ينزل من المكان يعني خلاص كم الساعه انت تعرف اجابته ابو سعد اسكب اسكب الخراره بيتفلسف لا لا انتم اجوبتكم ريان انت اليوم ضدي اي كل ما سولفت سول جعلني ما عدى براسي قسم بالله نسالني قبل ما تتكلم انت اخذته كله كلكم للحين ما جبتوا ابو سعد جبتوا نفس الاجابات اللي جابها احمد الله طيب. غيروا انتم نفس الاجابه ايش اجيب العيد ما اعرف الذي ريان بهرج والله ماني مستقصد يعني ما رجع عارف انا قاعد اكلمني بسعود انا ادري كم دقيقه بروح طيب بقول شيء انا لا ترجع بقول شيء لا تروح اسابكرو لك اجيب سكرو والله اي والله يا عيال الاسم واضح انه شيء وكذا وكذا لكن ما هو شرط انا اشوف ان الديره مسمى على شيء فيها في اسماء تسمى على مثلا الشرقيه مثلا عشانها ان شاء الله تطيح ويتقطع شنبك الرياض مثلا عشان كثره الرياض فيها الروضه دي الروضه في اسماء وفي اسماء ترجع على موضوع ان الاسماء لا تعلل ولا تفسر خلاص اسمها الخراره الخراره انا اشوف ان يعني ممكن من خرير الماء وكذا مشتق منه لكن اكيد ما عندي جواب انا اقول اسماء لا تعلل لا تفسر اسماء ما هو شيء ليه نخلص ما نخلص بالله اقرب البراد ليه الدمام اسمها الدمام الدمام سلطان عندك ابو خالد ايش معنى خراره في ناس تجتهد وفي ناس ما تدري ايش بس طيب ابشر هي بشكل مختصر اي والله عندي بس لا لا, لا مو بشكل مختصر ابحر بس علشان لاني انا والله ما قد جيتها بس ابعد خطا مو بالجو طيب هي تقول فيها طعوس صح اي هي عروق ولا طعوس لا عين وسط طعوس كذا انا اشوف التصوير اذا بغيت تجيها كذا كبار نفس ماما اكبر يا رجال عروق مع مع السم اظني زي شفت لها مقاطع انا بغيت اجيها والله مقاطع في الرياض هي ولا وين انا اتوقع اخترق بعد اذا بتشوف النزول طعوس منه كذا نزول لا وين اقول لك بيد بيد
انا صراحه اول مره بعدين اكتشافها قريب اتوقع انا اتوقع ان الماء كم كيلو يخر داخل الطعوس هذه ويصير عين اخر شيء تقريبا يخر فيها الماء من كل يخر فيها الماء من كل هذا وله شرط لان في عندنا منطقه عند صارت على بس على مصطلح قال يعني الملك حسين الله يرحمه كان جاي للمنطقه اللي احنا فيها وبس لانه قال المكان هذا خلصنا بينكم ايش قال قال خلاص مبروك عليكم صار اسمه مبروك بس الخراره اتوقع انه اذا جاء المطر يا ابو سالم اذا جاء المطر على عروق يخر طال عمرك لين يجي في العين ليه سميت مزحميه مزحميه ليه سميت يا زحمه الاسماء لا يا اخي يدي ارخل هالدعوه الضلعان عندنا علي الحرام على هشامي والله لو تدري انا الهشامي اللي عندنا ها يا اخي اخشم الذيب اللي في بيشه اروه انا والله ما اشبه الذيب ولا اشبه اخشم الذيب ولا لا في اي يا ولد عندنا مناطق بالمفرق الدفيانه لا بس على خط على السديد لا سالب بس ما بس والله العظيم وتعدي ايه اكثر من قطع مناطق عروه ما لها اي شكل ولا تعديت الحين الرويضه كيفك عروه وعقب عروه طال عمرك بغيت تاخذ يسار ابجديه الله ولا بتاخذ يمين طال عمرك الدوادري عطنيها شوف الدوادري كم مفرق كل مجيد تعدي ايه لا ولا يا ولد زيد رحنا خط ظل على القصيب نعم والله انقطع في فيضه اسمها فيضة نومان الا مع خط ظلم تنيه بالقصيب يا ولد ديله لا جيت من عندها اشرح الخاطر رجل وفيها ذكرت عندنا يا رجل ضلعين دمخ تعرف ضلع دمخ عندك إيه؟ دمخ عباب شيبي والله زيد جيتها في ربيع ربيع الضلوع لا ادري بطريق والله ما نبي بس عندنا يا رجل عندنا عيال 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 عقبال عيال 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 ايه من اللي يسميها طيب عيال عندنا ضلعين انا اسمع يا بسام عندنا ضلعين جنب بعض والله خل عظيم يا رجل يا لها سامي الضلعين جنب بعض اي خبرها خبرها شلون جنب بعض غير من بعض كيف من بعض لا لا ما هذي والله وين لا 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 لا, لا يا رجل دائما